الترهلات اللي موجوده دي احسن حاجه هي ممارسه الرياضه. لما بلعب رياضه كويس قوي بانتظام مشي وغيره، العضلات بتشد الجلد، فلما الجلد بتشد بيضيع الترهلات دي. حلو قوي المعلومه حضرتك قلتها دلوقتي، اللي هي شد العضلات هو اللي بيشد الجلد. طبعا انا دلوقتي لما العضله بتكبر هتبص تلاقي الجلد فيها اتشد، ما هي العضله ادي عضله قد كده، لما هتكبر قد كده مش ده جلد اللي بره؟ ايوه. فالجلد هيبقى مشدود. ايوه. هتلاقي دايما الناس اللي بتلعب رياضه جامده جلدها مشدود، مفيش فيه تجاعيد ولا خطوط ولا كمية. صحيح صحيح. لان الجلد بيتشد مع اللعب. يعني اي مكان في الجسم يا دكتور؟ طب ماشي، يعني اي مكان فيه عضلات طبعا اللي بيبان في الجسم بيبان، لكن الوش مش بنعرف نعمل له مثلا تمارين للعضلات. لا طبعا ليه تمارين على فكره. والله يعني ليه انت بيقولوا عليها كده على تمارين اليوتيوب اليوجا؟ تمارين. يعني هقول لك حاجه، الناس اللي دايما مكشره ايوه هتبص تلاقي عندها هنا ثلاث خطوط 111 ووشها يبان اكبر من سنها. صحيح. يبقى التجاعيد سببتها هنا ايه؟ انها كانت بتكشف. الناس اللي بتضحك بس ما بتضحك فعضلات وش بتشد فيبقى الجلد مشدود. هو يعني انت حضرتك يعني التعبير التعبيرات تعبيرات الوجه يختلف، التعبير الفرحه والضحك عن تعبير العبس العبوس. الانسان البشوش باستمرار مبتسم هتلاقي وشه فيه نضاره. والانسان اللي دايما مكشر ومكتئب هتقول ده ايه ده، عيني شكله اكبر من سنه ب 10 سنين. صحيح صحيح. ده شيء طبيعي. صحيح. يعني سبحان الله. هو احنا لحضرتك لما بنحقن الفيلر مش الخد بيكبر كده؟ طب لما هيتشد كده مش هتبقى التجاعيد موجوده؟ فهي الفكره ان انا لما بمرن عضلاتي والعضله بتبقى بصحه كويسه بتشد مع الجلد. يا حاجة تنصح علشان يبقى في شد للبشر طبيعي ان الناس تبتسم تضحك، يعني ده هيعود عليا نفسيا وهيعود على بشرتي كمان. عايز ابتسم ليه؟ طلع انا انسان مؤمن بالله وعندي ثقه في نفسي وعارف ان ربنا هيجيب دايما الخير. صحيح. لازم ابقى انسان متفائل. لما هبقى متفائل لازم ابقى مبتسم. تاني حاجه حضرتك، مفيش حاجه تستحق في الدنيا ابدا ان انا اخسر صحتي عشانها. لازم احسبها كويس على فكره. ايه اللي يخليني اخسر صحتي عشانه؟ صحيح. الحاجات بتتغير، فلازم نفكر كويس قوي ان الصحه دي نعمه احنا نمتلكها ما نفرطش فيها. مش كل شويه اقعد ازعق وشويه انكد على نفسي على حاجات غالبا بتبقى اي كلام. اقعد اقرا اشاعات على السوشيال ميديا قبل ما انام الساعه 12 بالليل. صحيح والله يا دكتور. انا قريت خبر امبارح يا دكتور صعب قوي، ان العالم هينتهي في 22 2022 مع ظهور فيروس جديد. يعني ما بتكلموا عن مين فينا عارف هيعيش كام يوم عشان اتكلم اقول هيحصل كذا كمان سنه. انا ساعات لما المرضى بيسالوني في العياده يقول يا دكتور انا هخف امتى؟ اقول له هجاوبك على سؤال بس تجاوبني على سؤال، مين فينا هيروح بيته النهارده؟ صحيح. يقوم يضحك، ما فيش حاجه اسمها كده. ايوه. ما اقدرش اقول بكره يحصل، انما انا دكتور بجتهد اكتب افضل علاج كل الدكاتره يكتبوا بعد كده ربنا يسهل ان شاء الله، انما ما اقدرش اقول لك الساعه 5 بكره مش هتبقى فيه اعراض، لا اقول لك ان شاء الله بكره تبقى كويسه. ربنا